انطلقت اعمال القمه العربيه الثامنه والعشرين في منطقه البحر الميت في الاردن لبحث عدد من القضايا العربيه والاقليميه في غمره ازمات عده تمر بها المنطقه العربيه ويشارك في هذه القمه ثمانيه عشر من زعماء وقاده الدول العربيه وبحضور الامين العام للامم المتحده ومنسقه الشؤون الخارجيه في الاتحاد الاوروبي وتناقش القمه نحو 17 بندا اقرها وزراء خارجيه الدول العربيه في الاجتماعات التحضيريه التي عقدت وتتعلق بمجمل الملفات العربيه والاقليميه. وسيصدر عن القمه اعلان عمان كبيان ختامي لاعمالها الذي يتكون من 17 بندا وتتصدر القضيه الفلسطينيه والازمه السوريه جدول الاعمال اضافه الى موضوع التدخلات الايرانيه وملف مكافحه الارهاب.